أتيت اليوم يا رمضان بالأنوار تسقينا، تعيدنا سائم الإيمان تحيينا الضهى فينا. أتيت وروحنا ظمآن طهر منك يحوينا، يذكرنا عزائمنا وصابر فيك يبقينا، يذكرنا عزائمنا وصابر فيك يبقينا. حللت اليوم بالبشرى لنحظى بالهنا والسعد، فبرد العفو والغفران حلو طعمه كالشهد. حللت اليوم بالبشرى لنحظى بالهنا والسعد، فبرد العفو والغفران حلو طعمه كالشهد. مضينا كلنا نهفو نجدد سيرنا والعهد، ونسعى في نوال رضا وسكنا في جنان الخلد. مضينا كلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا ما أنت تذكره سيدي وجدول كيناها ما أنت أربعة دي ما أنت خميس توحي نوبة لنسنين سؤاله عام كاها أو نوغة شوابي فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمر درير مانتا أربعة يبريو خميسنا إن شاء الله تعالى سؤالها سينكو قادم دونا مانتا سؤاله انتو لبضان وحكيمة دين دالك ديبت ديسة سؤال دورة أي يقنا تشراو مكا دالك قريه سلغة صوت دراية مساجد كينا برينا إن شاء الله تعالى سؤاله وحيو بضان دونا سؤالها مساجد كالغة صوت ديبو مركا درس بودا مالنا إن شاء الله عدي سؤالها إساء هل كان يوسو قد بين دونان فضيلة الشيخ سؤالها وحن كن بلا بدونا صون كحرير لا وبيش رمضان كو سابسا سؤال شوقوه الرئيسة وحلقة صوق راي دولال كريسكندري فيانك وحن أولي وحن كن نوضح دول أنا عدا عدو انت بلان كد عين حنا لغايا بينا نصونا أفريل باتن ساعدود أما صدحيل باتن ساعدود يبد مركا سيدي أيان وسومينا محوسر نقونا يا حكم كيغو سؤال شلبات قبل أيها سوقرتي وحيلا ذي فضيلة الشيخ رمضان كيه روحانها حاملة كدي من وحان قلي قلين مدقاتي المهي رانو وانشقسيني إمي كان رمضان كي كلانيقو مولي قلين إيسو قلي مركا قورما أيان قلين أيها سؤال شلبات يا سوم كالحري لا نين أيها سوقر وحولي فضيلة الشيخ مالين رمضان أنيقو أصوماً هدي بيها ترن كويغي مادان سوم كيغي وحميي ليان وما يغتش بيا سؤال شكو حكتا وحولي فضيلة الشيخ إذانكا دنباء سحورتا لغو تشوشيو انتا او سعودو سحورتي ميان اسكعون كريا مسمرك ومؤدن كبلابي الله أكبر ويلا هذا بوان تشوشيني سؤال شكو حكتا وحولي هاي وحان كشقيا لاختاري الكود وحانا انو بوحينا وانو سارنا الكها مركا إلي قلب بوحينا ايو عمالا سارا ايو قفكو حلقو مدا إربط سوحينا irbadaasi marka miyey waxyeeleysa soonkii su'aasha ugu dambeysa xagga soonka waxa uu leeyahay waxaan ku noolahay dalka Jarmalka bisha Ramadaan waxaan ku soomay dhulkaas waxana dhibaatooyinka ugu badan ay naga haysata marka aanu banaanka u soo baxno dumar qaqaawan oo soconayna isheedu ku dhacdo marka soonkaygi wax nusqaana ma u keenayaan waxaan u sii yeelaa buleeyay fadhilada sheekh bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم ما بعد ما المهر الإيرانية بشر رمضان الدوية قار كيت كلعة علماء الإسلام كو عصر جن أتبي وجه لين يعصرته ربع دارين ما ينوي نسوكوبي laba qof baa labada waxa loo kala qaadayaa qofka halkaa jooga laba xaalo xaaladii waxa weeye inuu qofkani habeen leeyahay haduu habeen u leeyahay saacad baa ahaadee saacadaasun baa wax cunaya saacada ayuun baa wax cunaya 23 ka saacadood kalena uu soomanaanaya sidoo kale hadii waqtiga soomku
mararka qaarkood baa marka obasidkiisa ama shitaaga waqtiga qabowga la gaadhana ramadaantu qabowga ku beegnaatana soonkiisu saacad unbuu noqon doonaa. Saacadda ayuunbuu soomanaanayaa, imikale saacad buu afurranaanayaa. Dee waa nasiibkii, waa nasiibkii marna saacad ha soomanaado marna saacad ha cuno. Labadaa xaalo caynkaa weeye. Aayaddii baa sidaa sheegtay oo ilaahay baa wuxuu uhi wakuluu washrabuu, habeenkii cuno oo caba, xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajri, ilaa waaguu caddaanayo. Thumma, mar haddii waagii caddaado, atimu siyaama ila layl, ilaa habeenka inta la gaadhaya dhammaystira. Markaa kule haddii habeen jiro halkaasay dhigeen, wax ku dhiirada waa la waayey culimada ama waa naadir. Haddii aanu habeenba jirin, waxay u daliishadeen xadiidkii Dajaal Cawar ka warramayay. Dajaal Cawar adduunyada 40 cishuu joogayaa buu nabigu, 3 maalmood baa ka duwan maalmaha kale. Maalin wuxuu leegayay sanad, maalinna bil, maalinna usbuuc. Asxaabtu waxay yidhaahdeen, oo sidee baanu yeelnaa maalinkaa? Wuxuu yidhi, dee u qadara salaadaha. Oo markaas intii shanta la tukanayay un shan tukada. Xadiidkaasi ay u cuskadaan. Marka 24 saacadood ba qoraxiba ma dhacayso. Sidaa daraaddeed waddanka ugu dhowe habeen leh, mathalan Scandinavianku haddii la eego qaybaha North Pole-ka xiga ama waqooyiga, waxaa dhacday in maalin aanay meelaha qaarkood lahayn. Dee inta kale waddanka ee habeen kale bay la soogayo 3 saacadood, 4 saacadood, 5 saacadood, meelaha ku xiga habeen kale ayuubay raaci doonaan. Sacuudiga ma raacayaan, wax daliilo ama jiro sacuudiga inay raacayaan. Laakiin culimadu waxay u badan yihiin أقرب بلد يتميز فيه الليل والنهار هبين كي مالنكو ودن كو قلوا ويكا لسوع ميا هيون بي راعيا سنة ذا ساسين كيقود بينا قبل لأور كلا شخصية شخصية نيسا ويسكا أفوري وحاني سوق اللينا يا وقت غاية وقوه الرأي أي كان سهلا أما علمه أو كم أرمه لكن العبادة ذا إلهي كوكا بوطفلان وقلد oo bisha kale markay soo galayso ay xusuustaan. Qofka waxaa la diidan yahay xaraam oo soomkii ka jabinaya qalana ku waajibinaya hadduu iska keeno biyi taranka ama hunqaacadii. Laakiin haddii uu isagoo hurdo ay ka yimaadaan, wax dhiba male, marar badanna waynu sheegnay soomkiina kama jabayo, waayo isagu gacan kuma laha ama wax awooddiisa ka baxsan weeye. Isaga oo suxuurtii cunaya oo qofku afka ku haya, haddii la adaamo wuu iska dayn doonaa, halkaasu ku joojin doonaa sida raajixa. Mar haddii waagu caddaaday wey, adaanku hadduu ku beegmay waaga oo caddaaday, haddii adaanku uu ka horreeyana wuu iska cuni karaa. Ilig haddii qofka laga saarayo dawadii suuxdintana lagu mudo, qofkiina aanu wada suuxin, dhib male soonkiisii wuu iska wadanayaa. Dawadaa iliga lagu suuxiyey iyo dhiigga ka yimi midna ma dhibayo, wax dhiba ma leh. Haddii xanuun badani jirana oo wuu iska afuri karaa, dee wuu soo qallayn karaa. Soomka marka uu qofku soomaya, laabudda min xifdi aljawaarix, xubnaha in la ilaaliyo waa lagama maarmaan. Meelaha la ilaalinaya indhaha ka mid ah, siduu qur-aankaba ilaahay rag iyo dumarkaba ku faray. Sidaa daraaddeed, haddii adigu aad tagtay meel lagu qaawan yahay adaaba qaldamaye, marka horeba doontay dad aan dhar lahayn, laakiin hadday dhacdayba ishaada ha ku sii daynin. Dadku hadday qaawanaan u bateen, hadday eegmadooda ha badinin, ee sidii unbay xaaraan u tahay eegmadaasi ishaada ka hayso. Wallaahu aclam. Jazakallahu khayra fadiilata sheikh. Waxaan ku xigsiin doonaa su-aalaha iyaguna xiriir kale leh cibaadaadka kale. Fadiilata sheikh saa'ilkan waxa uu leeyahay, allaha ku xafiday fii aakhira, waxaan doonayaa inaan sheekha weydiiyo, qofku salaada isagoo ku jira ma ku ducaysan karaa luqadiisa hooye uu garanayo, haddii aanu carabigii garanaynin oonu ku ducaysan karaynin? Su-aasha labaad iyaduna cibaadaadka la xidhiidha, fadiilata sheekh waxa uu leeyahay, nidarka ama nadarka haddii qofku uu ka baxo kafaara guud, maxaa ku noqonaya? Su-aasha saddexaad waxa uu leeyahay, sidoo kale kafaarada dhaarta intee in leego raashina ayuu qofku bixinayaa? Haddii ay ku raagto oo muddo dheer ay ku qaadatana muxuu yeelayaa? Su-aasha ugu dambaysa cibaadaadka kale,
قف يا سوقر وحلي فضيلة الشيخ وحن قال سفر حارانا وان تهريبي وحنا انت ان تهريب تاكو تشري يقلو مي ويقتقي لباتن لباتن عش السلاد دول وانا صور نقضي وحنا دوني ان سلاده قلايو مركم وحنا قلاي لي اسيدي اني قو سفر كو تشري مادام انت ويقلو مي سلاده هاي يقل مقنايا ان سفر كو تشري مساء اني قو نقي او مركز سلاده فرفرتها ايان تكنيا سؤال شهرة الدعاء بغير العربية في الصلاة صلاة اللحية لأن لا بد عيسى كرا اللغة كلا وأنا هاي اللغة العربية ولما الإسلام وحيد بدأ جهور كودو إلى أي بنانين قف كل وين اللغة العربية كدو عيسى دعاء أنت كريه ديت الصلاة دي جنازة يهدي هاي صلاة دي كلام التحيات كا يا سجودة اللغة العربية بكتو عيسنا يا قفكو وحاو دليل النبي قول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي قلت كذا صلاة أركتين أنا قلت كذا يوك علي فرق بانو دحية خطبة الجمعة هي الصلاة والله يسكما قياسا كره وحيابا بضان أو خطبة الجمعة أي لقارتها أيان اللهين صلاة وخطبة الجمعة يقف كي مؤد إمام كي وكهل كا أنتو النبي قلت جاي قف وحسوا تعليمين أي سواب برايي لحد هذه هذا الكيبا إسكب النام حياة بدنا خطبة وإلا ذا بان الصلاة ولا حين رجعت خطبة ده لقوا ترجمة لغة خلاء صلاة دي لغة ما قياسا كره بده هي بتاع قار كم ده يعني بدنا نوي شيئا لكن هو قول مرجوح الدليل نو ما كنا سأدل هذه الدعاء وين لبرتو ده تكون يكون عيسان لغة عربية قف بينتو كره كفارة نذرك يو نارت مركوه الرياوة طبعا مسكين بوقفك درجينية كفارة جودك وطبعا مسكين هدو كري كري وانا صدح عشاء أي سوامية أما درب وبحنايا أما صدح عشاء سوامية أما راشين كي وبحنايا لكن راشين كصاه رينية فإذا عام عشرة مساكين من أوسط ما تدعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة صدح راوي أطول ما هي نايمك والراشين يضرب على بحنيه راشين كنا وهل بربا لدرجينية طبعا مسكين شرط ما هل مرين وحوض سيئ شن إيه شن بكرديك كرا واسكو حيرين كرا وانو كلا جوجين كرا مركو راشين كاويو صدح شو سوى من دولا كفارة جود كدارت إيه نذر كهتوقف كفلين ويا ونوع كفارة جود سفر كا وقف كجلاية تهريب تأصل هذه كتجي وساق لينيا iyago oo gaagaaban bu soo qalaynaya kef baa ku dhaco laakiin salaadi maadaama musaafirunaha oo safar uu ku jiray salaadi oo gaaban baa lagu leeyay waxana loo dalishanaya nusuusta mudlaqa ah ee caamka ah ee tilmaamaysa musaafirku inuu salaada gaabinayo wallahu a'lam jazakallahu khayran fadhilat shaykh waxaan u xusuusin doonaa su'aalaha bulshada قبل أن سؤالش سواء قرتي محله فضيلة الشيخ وحنا كنا راح يدرك يبان ده وحنا يقول عينا من اسمها السمي ودك الدب يا حله ده ونسبع على مي وحنا كدر بدين ويفرق ماشي أيام الله قدر قدوم يوفري مدلا بس ما ده ولا أيام كلام قرين دك الدب أيام لح أيوة نسوي حيلي يسوي شيء ده إسلام بارين تيجا ويسوي عشري أو رجعت ويجي مركا نكاسي ما يوري قبائل لهي مساء وكف رمي سؤال شنو بعد فضيلة الشيخ وحيلا ده سؤال شنو قبل ما حنا كسر وحيلا كسر قبل ده في سويدن وحيلا لهي الشيء قالوا لي قلنا مهر حتك حكم في سنحنا قنايا ما دام أنا مهر قبل ده شو من وين 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 بدين هاي مكان مهر حتكم نحنا قنايا سؤال شنو حكتا فضيلة الشيخ سألك إنه حولي هاي ضد أي واحد ممكن يبسن اللين لين هو واحد يرب لقطها marka waxa aan ku heshiinay inaan dalka joogta aan dhoofiyo oo aan Yurub geeyo waxaana aan ku heshiinay $15,000 imikana gabadhii Yemen ayay maraysaa waxaana Sweden-ka ugu leeyahay diintu maxay ka qabtaa maxaa sax ah ee munaasiba meel halka ka sii kaxeeyay waan geeyaa mise waan soo celiyaa su'aasha ku xigta gabadhii waxay leedahay fadlan sheekh hooyada ayaa waxay joogtaa dalka Mareykanka waxaana ay doonaysaa inaan u tago waxaana ay doonaysaa inay ii iibiso khad magacayga magacaan ahay magacii aabahay magacaan ahay inaan ku baxo oo been abuur ah taariikhdu keenay noqonayaa
سؤال شهورة فرين كا هدا كلا يبسته أو واحد شكتين أضل بطي مركا هدا أنت أضل بطي حقوق دي كسامة علي كم سوى عشان كرا خلع بالعيرة خلع الخلع هدي فرين عادي وها أو حقوق هذه وكل ما يستري دل قديهنا وحدينهين أولي أنا لما نند القضية وكسوع عشان كرا إنتان عدد بحن لا بد أسوب الله كلا قاضية كأيتهينا أداء كرسور كناينا إسلط تكتام بين قنيس سؤال شا كلام مهر حد تبدي يقودبا وحجر ويان ما أنصحي وحلا حدي حلال ما شيء هدي لحظة حلال بما دوية هدي لحظة حراوي تدك هدي لحظة نوي كسي درنت ورکه دوستان سوک سور رسانیه. داد دوره انسانی نکرده نقاشیستان و ورقت تفریق ورقت کلک حین قاتیگه این کل رو کقات. داد چعشی نه گورسی و دان نوولی کمه هر صلا. ورکه دوستان سوک رسانیه. کوک استایس حلای حلالیم به او باین. وحی ل حلای و این قفکی له لو علیه. لگان حلال لان حلال ویدیست. لبده سؤال داد دنبا لین لیب سری یه ولی به مید لگو یب سری مگ عن کی اهین. aan waxa weeye runtii markii horeba ayaanu hagaagsanay tagida wadanka gaalada aanay xalaal ahayn in la iibsado been iyo aan gaalkiyo been loo sheego iyo khiyaamo iyana waa xaaraan labaad idan dariiqada noocaas ee lagu ceeshayo iska dhibka badan haas baan leeyahay gaalkii uu ka qoranayo gaalkii uu tagay goow tagidaas sharciga ogolayn haddana wuxuu ku yiri haas baan leeyahay mid kale uu ku soo kaxeeyo lacag kaga qaatay taasina waa been kale iyadina way lugaysay safar bila mahram ah ayay gashay tahriib waa balaay saddexaad iyaduna waxa soo dhamaysa saar waa ummada ibtilada ku dhacday waa ummada iimaanka intuu ka qoonmay diintoodii iyo dalkoodii iyo duuyadoodiiba salugay way oo dabatan gaalka halka jooga adduunyada dabadeeda ayay ku faruur xireen ummadii halkuna wax weey dadku inta Ilaahay u toobad keenaa inay xalaalna isticmaalaan beenta iyo khiyaamada iska daayaan iyo tuugada iyo tahriibta waxaan inuu xun yahay in iska wada garanayna beeni waa xaaraan beentu run miyey noqotaa been hal mar bay banaanta waa marka xaalada daruura xaalada adag weey oo ama qofka cad uu haysto ama dhibaato culus ah haysta loo ogol yahay maxaa ku hayade aabaha iyo hooyada iyo xoolahiina aad ka sii hordaysa iyo gurigaaga haako ay xaqad daruurad waa max dambi baabaad ku jirtaabe marka dadka u naseexeyo hunguriga iyo hilaacan la raaciyo labadan indhooda caalamka galbeedka si eegaya dadka laga soo laabo waxaan waxyaabahaas wax dariiqo ay ku xalaal noqon karaan toona ma jiray ilaahay loo toobad keeno waxaan ka shaqeeyay kampaniga hilibka marka xalay meefka marka hore lama gowraco ee waa la joogtaa kadibna hunguriga hoostiisa ayaa laga darooliyaa si uu dhiig uga baxo maadaama dad muslimiina nahay ku leeyihin ma cunna hilibkaas laakiin ka shaqaynta aanu ka shaqayno iyo mushaarka aanu ka qaadanayna xukunkiisu muxuu noqonayaa su-aasha labaad fadiilata sheekh waxau leeyahay saa-ilkani waa gaban waxay leedahay fadiilata sheekh waxaan ka shaqeeyaa koofeer oo ah meelahan dumarka lagu qurxiyo marka inaan meesha ka shaqeeyo xukunkeeda muxuu noqonayaa lacagta aan ka qaataa sidoo kale maxay noqonaysaa su-aasha ku xigta fadiilata sheekh waxau leeyahay waxaan rabaa inaad iga jaahil saarto magta ragga iyo dumarka waxaan naqaanaa in ragguna uu yahay 100 dumarkana uu ay yihiin 50 beryahan dambe markaa muran baa far badan buu leeyahay soo noqnoqonaya oo inay siman yihiin sheegaya marka xukunku muxuu noqonayaa fadiilata sheekh su-aasha ku xigta fadiilata sheekh saa-ilkani waxa uu leeyahay بسم الله نافك حولا مركا لقورعه قورع عاسي وانو سي شرعي او دعا هدي سي شرعي آنو دعين اما قال ها قورعه اما اسلام ها قورعه قال هل كتابي هدو قورعي قف مسلمي هدو قورعه سي آن شرعي هين وبختيون
imikana adigaaba sheegay inaan u gowracani qeyr sharci ah qof neefki wajiga laga tooganayo kadibna de birun la midii la galinayo sidii ku soo dhaaf wad cadaysay inuu maartay waxaasi baqti yahay oo isla garateen dadkiina halkaas baqtiga ama ka shaqeyn karaan way su'aash saasay ayay maartay de Soomaalidaaba ka jawaabay intan sharciga la gaarinay waxa jira baqtiga ma cuno fuudkiisana ma cabo marka baqtiga hadaan cunin oo tilmaanteen uu baqtiga yahay fuudkiisi waxa ka dhigan lacagtiisi lacagtiisana ha cunin oo ha ka shaqeyn warku saas uu xaraan wixii cunistiisu ay xaraan tahay lacagtiisuna waa xaraan waxa sharcigu ka soo reebo koob kooban booyaan kabaal sheegtay in koofer ka shaqeyso sida wax loo qurxinayo meesha lagu qurxinayo haddii ay sax tahay lacagtuna waa sax waa xalaal laakiin sida wax loo qurxinayo iyo meesha wax lagu qurxinayo haday xaraan tahay waxa ka soo baxayna xaraam buu noqonayaa tusaale ahaan siyaabi sharcigu u diiday in la isu qurxiyo wax qurxinaysa ilkii la qorayay sunnayaashi la miiqayay ciridkii la mudmudayay baashii timihi la gashanayay artificialka hay wajigi la casaynayay ama jirki la casaynayay waxa soo dhaamay xaraam baahay lacagta ka soo baxaysana waa xaraam meeshaad ka shaqeynaysaa haday tahay meel shaarici ah oo qaawan oo dadku indhaha kula dhacayo in isu ay ku dhacayso ama rag iyo dumar bay isku dhex jireen oo meelo badan bay dhacdaa in rag dumarka duugaan xafuujiyaan ay ka shaqeeyaan oo dumarkiiba rag baa qurxinayaba way dhacdaaba waddankeena laftiisa iyo dabadahada marka haddii dariiqadu noocaa tahayna xalaal maaha marka in dadku uu isqurxiyo oo isnadiifiyo oo ishagaajiyo sida sharcigu ogol yahay iyo meeshu ogol yahay waa sax wey aw man yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami gayru mubiin ilaahay baa wuxuu tilmaamay dumarkii in quruxba lagu barbaarinayo magta ragga iyo dumarku way kala badantay qudheedii iyo qoonteeduba waa kala barh weeye magtii rag waa boqol tii dumarkuna waa konton qoontiina waa saas oo kale culimada islaamkuna saasay isku waafaqeen adilada ay daliishanayaanna maraajicdeeda laga akhrii karaa qofka intaa wax ka duwan haya arrinkiisu yahay anigu cala xiniin baan hayaa dumarka xiniinya u soo tumaya ragga kala mid dhigayana de isagaa taasi ay u taala waa xaalad gaara taas laakiin rag iyo dumarka warkoodu saasu ku cadiya culimada islaamkuna ku ijmaacaan isku waafaqeen wallahu aclam ardayga koowaad wuxuu leeyahy fadiilata sheekh waxaan ahay arday wax ka barta dalka thailand inta badanna waxay iga soo xiriireen buu leeyahay dad dhulka halkeen dhulkeena jooga oo aan ilaahay u qadsiinin iyagoo dhulka aan joognay ee aqoonta ay horumartay ka dalbanaya in aan usoo ogaado qiimaha ilmo loogu abuuri karo markaa muxuu noqonayaa xukunka in qofka ilmo lagu abuuro oo aan aniguna usoo ogaado su-aasha labaad wuxuu leeyahay fadiilata sheekh ardaygani waxaan joogaa dalka maleeshiya dhalinyarteenna halkan ka tagtay ee halkaa wax ka baratay wuxuu leeyay inta badan way shaqaystaan anigu markaa wuxuu leeyay waxaan uga shaqeeyaa asaymanada iyo imtixaanada loo soo diro xoogaa qarashana waan ka qaataa marka ma ii banaanta inaan ardayda uga shaqeeyo wixii ay soo dhiganayeen su-aasha ugu dambeysa wuxuu leeyay fadiilata sheekh waxaan ahay arday waxaanan wax ka waxaanan dhigtay wuxuu leeyay cilmiga sharciga waxaana doonayaa in hooyaday laga jaahil saaro iyadoo aaminsan in jinka wax loo qali karo haddii uu qofku xanuunsado weliba wuxuu leeyahy hooyada way ku soo indhacaddo culimay u tiirinaysa waxa leeday fatwaan haystaa marka xukunkaasi muxuu noqonaya in ilmo la abuuro odhan mayno laakiin in lagu bacrimiyaabayn odhanayna waa ilaahay baa wax abuura subxaana wa tacaala oo biyihii aabbaha intoo la qaado ama odayga in ricimka hooyada la gaadhsiiyo way ansaxaysaa bishuruud marka shuruuda laga helo shuruudahaasi waxa weeye labada qof inay isqabaan shuruudahaasi waxa weeye inaanu isaga dhiman ee u nool yahay shardiga saddexaad gacanta samaynaysana waa inay aaminta oo maaragtay dee qof muslim oo lagu kalsoon yahay waa inuu yahay ama la arkayo oo dee aan wax la isku darayaa jirin mid ayiyo mid doofaar iyo mid gaal buu kugu dari karaa ka gaalkeed u dhiibtaa isagoo weliba doonaya inuu kugu xumeeyo maadaama ogiya qof muslimanaad marka culimada islaamku waxa walaa arrimaha caafimaad ku saabsanba gacan aaminay shardi ka dhigaa iyo fatwada dibigaba aada baanay ugu saxsan yihiin waayo gaal khiyaamada ka soo baxda waynu aragno wixii suba dee dadkaabay fadhataystaanba qaarkood marka shuruudaha laga helo waa lagu beeri karayaa wax diidayaana ma jiro
فقهادنا استدخال الماء وحل أورنج ريب برجي هرب كهاد لجريان ولو استدخلت ماءه بأورنج ريان هدي بيه سيدو أيسكيليسو ما يدي مكواتش بيا أحكامتم حين نقلها كسي هرأي وقو هرمي جريان عصر قنبا ما مركا شروضا سوما لو حريا وجائز ويو بنان تهي وانا الأرمها إلهين اللي فرقلينين أو كحنتي والله كلا ساري اللي بيدد ديق لبادي دونا يوحا وانا اللي قلين السيدة يدون لو فوليا سؤال شعورنا إيسا داد شقيسان ايان آنوغو أقرى ريبوتكي أما وربحنتي لغبهنا أقونت يبوغاكتي أي كوقلين شبين ايان ايان أقرى لعقنا وان كقاتا شام عدي باسدا شهادة كسيسة تاسوح ويمن غش فريسة منا قفك قشك السمية أنغا نغمد مهاب النبي عليه الصلاة والسلام بلارين تا شام عدى وشاقين كايش شام عدى قفك شهادة دا سينا إيسا أدادو شاكتا تلاهدو نين كانوا ضيق الشهادة ذا إذن كدونا يا أرض يا واجبات كودر ودرتين أنا جا أوصي قري حالك ورانا يا دولة وحرية أديك يا سكبة ولا حرية ودمبي مركتانا واتسك قدر إن شو حلو جورعة وارين دمبي هو شريمة ذا آدو خطر بدن لا روش ويا سيدا إن سجلوا لا روشه كوا ذا ظالمين تاع يا تين كنا لا روشه وابحيل ورين ترى صار يا قرومها إيو بلايا قروما لغا قبان ايه سار با لغا توم ايه ايه مركا طريقة النوع عاسوا وحراما شرعيهان نا انكو بنانين چينكو هادو قف قلانا سيدي سلف بيه صحابة ديه نبي قايو دوين چرين با لو دوين ايه ان لغا اريا عادو غا الهي قرآن كان لغو اخريو دال انين ادلالوشتا معنى هيدوانو سيئات كيستوون او سيئ ندبادونو تيجين وابا دالين لالوش نووه هلي حقو تغا سوقيو انتو دون يبو كاهل ايه marka sida loo daweynayaana waa sida in ilaajka la geeyo si sax ah loo daweeyo wax loo qalayo wax lagu laalu sheeyato ana ma jiro wallahu aalam أتيت اليوم يا رمضان بالأنوار تسقينا تعيدنا سائم الإيمان تحيينا الضهى فينا أتيت وروحنا ظمآن طهر منك يحوينا يذكرنا عزائمنا وصابر فيك يبقينا يذكرنا عزائمنا وصابر فيك يبقينا